السلام عليكم واهلا بيكم. النهارده هنعمل الصابونه القمر دي بكوبايه زيت مستعمل، كوبايه واحده. يعني لو انت شاطره ومحوشه لتر زيت مستعمل من قليه بطاطس، من قليه اي حاجه، بتنجان، اي حاجه، هتغرقي بيتك صابون. وهنعمل وصفات كتير وهنوفر بزيت كنا بنرميه. الصابونه دي يا جماعه يعني مش ممكن، روعه في ازاله اي بقع في غسيلك لاي نوع غساله، لو بشرتيها مثلا، وتحفه جدا في النظافه. وانا شخصيا قسما بالله بستخدمها لكل حاجه. مش بس كده، انا بحطها جنبي كده على الحوض لاني بغسل ايدي كتير طول ما انا واقفه في المطبخ. رغوه ونظافه بجوده عاليه، روعه بجد، تحفه جدا يا جماعه. دلوقتي حالا هنشوف الرغوه وهنشوف قد ايه بجد الصابونه دي جميله جدا. المكونات لما هتشوفوها هتعرفوا بجد هي ازاي هتنضف معاكم وهتزيل البقع وهتعمل كل اللي احنا بنقول عليه بالنسبه للغسيل. دلوقتي بقى نشوف الرغوه مع بعض. زي ما احنا شايفين كده نختبرها بقى ونشوفها مع الميه عامله ازاي. بجد يا جماعه يعني مبهره، حاجة رهيبة. ومش بس كده، احنا عندنا مكون هيخلي الصابون معاكي يبقى صلب بسرعة مهولة، هينشف معاكي وهينضف فعلا فعلا. هتعرفي ازاي انه بيزيل البقع. هنحط معلقة ما حطيناهاش قبل كده في اي صابون عملناه في القناة. شايفة الرغوة عاملة ازاي؟ سحر. صابونة يعني تقدري تقولي عليها صابونة منقذة لأي حاجة عندك في البيت. شايفين النعومة ناعمة كده وجميلة؟ شايفين النعومة عاملة ازاي وبتلمع ازاي؟ روعة يا جماعة. ان شاء الله هنعمل وصفات كتير قوي، عشان حبايبي اللي كانوا بيقولولي الزيت المستعمل نعمل بيه ايه. اول حاجة معايا نص كوباية من المية بالشكل ده، هحط عليها معلقة كبيرة من السكر. ما تنسينيش حبيبتي في اللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك مني اشعارات الفيديوهات الجديدة. واهلا بكل حبايبي الجداد معايا في القناة، شرفتوني ونورتوني. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بدوب معلقة السكر كويس قوي قوي، وده احسن وقت تحط فيه السكر لان هيدوخك بعد كده ومش مش هيدوب بسهولة مع المكونات. دلوقتي بقى انا حطيت معلقه ملح كمان، ملح عادي، ملح الطعام العادي. ولازم اقلب كويس قوي وادوبهم كويس جدا جدا. يجي بقى دلوقتي معاد معلقتين ونص من البيطاس. البيطاس ده اللي هو الصودا الكاويه، اللي هو الكونتور في بعض البلاد. اكتبوا لي البيطاس اسمه ايه عندكم ان شاء الله علشان نبقى جامعين كل الاسامي. انا كل ما افتكر اسم كده واحنا بنعمل وبنقلب نتسلى بقى، ما احنا هنقلب قلب، هنقلب مدة بقى ما تزهقيش منها. دلوقتي هنشوف كل حاجة، بجد الطريقة سهلة جدا. دلوقتي انا قلبت كويس قوي قوي البطاس وكمان الملح والسكر. بعد كده بتسيبيه يبرد كويس قوي قوي. خلي بالك دي خطوة مهمة قوي، ما ينفعش تعملي صابون اي نوع صابون كان من غير ما البطاس يبرد. لازم يبرد معاكي كويس قوي عشان ما يأثرش على ريحة الصابون، ونرجع نقول الصابون ريحته وحشة، الصابون مثلا بيجلط. لا يا جماعة، لازم البطاس يبرد. وبعد كده حطيت كوباية الزيت المستعمل من الصفية وزي الفل، من اي ايه فتفيد بقى اكل اي حاجة زي كده. وبعد كده بقلب كويس قوي، قلب 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 بالشكل ده. لازم نقلب. وتلاحظي ايه بقى؟ اول ما بتحطي معلقتين ونص البطاطس دول وتحطي عليهم الزيت، بيبتدي يتقل معاكي بطريقه جميله، بس طبعا محتاج تقليب كويس. طيب عندك هاند بلندر؟ حطي، اعملي بالهاند بلندر، مفيش اي مشكله، بالعكس ده هيسهل عليكي. خلاط، كبه، اي حاجه، ما تخافيش، ده صابون، احنا بنغسل الحاجات دي بالصابون، فما فيش ضرر عليهم من البطاس او من اي حاجة احنا بنعملها دلوقتي. بنلاحظ ايه اول ما بنعمل بالهاند بلندر بالشكل ده؟
بنلاقي الصابون معايا تقل وابتدى ان هو يدخل في مرحلة التصبن بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. طب ما عنديش ولا خلاط ولا كبه وانا خايفه عليهم ولا هاند بلندر ولا اي حاجه، خلاص قلبي روحي وتعالي عليه وافضلي قلبي وقلبي بقى تقليبه بذمه. انما طبعا الخلاط او الهاند بلندر او اي حاجه عندك هتسهل عليكي مده التقليب. قلب قلب قلب، شايفين بقى ابتدى يتقل جميل قوي خالص زي ما احنا شايفين كده. طبعا عايزه اقول لكم ان الصابونه مكوناتها كلها بتساعد على ازاله البقع. كمان احنا النهارده هنعمل الصابون من غير دقيق ومن غير اي حاجه، وهنشوف المكونات دلوقتي. بجد الطريقه دي يا جماعه حلوه قوي، وبرده تعتبر طريقه موفره كتير جدا في المكونات وسهله وبسيطه علينا. بعد كده هنبتدي نحط المعلقة السحرية اللي قلتلكم عليها. بس اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس حبايبي، دعموا القناة وان شاء الله القناة هتكبر بيكم. دلوقتي انا حطيت معلقة سحرية بتصبن الصابون وبتخليه صلب وما بياخدش وقت معاكي في اي حاجة، واستحالة قلبه يعجن معاكي كده او يبقى عجين. ايه هو المكون ده؟ حطيت معلقة من الدينكار. ايه هو الدينكار؟ البوراكس. البوراكس ده او الدينكار، طب اقول لكم المكونات واكلمكم عنه بعد كده. دلوقتي انا حطيت معلقتين من اي مسحوق بودر عندك، تقدري تحطي معلقة كبيرة مليانة قوي، لان احنا استخدمنا كوباية زيت واحدة بس، فما فيش داعي تكوني تزودي المكونات قوي، احنا محتاجين مكونات بسيطة ما تكلفناش. حطيت معلقة من المسحوق البودر، وهحط كمان، يعني انا حطيت معلقتين، انت تقدري تحطي معلقة واحدة مفيش مشكلة، وهحط كمان معلقتين من البرسيل الجل بريحة اللافندر او اي ريحة انت بتفضليها من البرسيل الجل. تحفة الريحة طالعة من الصابون جميلة. نتكلم بقى ايه هو المكون السحري اللي هو الدينكار زي ما قلنا، اللي هو البوراكس. حبايبي اللي متابعيني في فيديوهات السلايم عارفين اني انا بستخدمه على طول من سنين. بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه سلايم. جمهور السلايم عارف ده. الدينكار ده عبارة عن ايه؟ بودرة كده شبه ملح الطعام، بشتريها من عند العطار ان شاء الله باتنين جنيه، هيديكي شوية حلوين قوي، هتعملي منه صابون مرتين تلاتة. طب ايه هو برضو ده؟ بنستخدمه للمش وللجبنة وللحاجات دي لمنع الديدان، فهو يعتبر دواء مش مضر خالص لا على ايدينا ولا على اي حاجة. يعني عايزه اقول لكم انا بشتغل في السلايم من سنين وبعمله، وما زالت الفيديوهات موجوده في القناه لان انا قناتي متنوعه، فانا بعمل سلايم بيه من سنين يعني، تمام كده. فده مكون بيخلي الصابون يتصلب معاكي بسرعه جدا، بيكون صلب وبيخلي بيزيل البقع بطريقه رهيبه يا جماعه، من بقعه شاي على الملاية غصب عنك، الولاد مبهدلين هدومهم، ما مش هيبقى عندك اي حاجة خالص فيها بقع بعد كده. تبشري الصابونة دي في اي نوع غسالة بتتحط، يعني ليه استخدامات كتير جدا الصابون ده. ان شاء الله هنعمل فيديو وان شاء الله ان احنا هنتكلم عنه. دلوقتي انا فضيت الصابون بتاعي، شايفين زي ما احنا شايفين كان بحب يعني افضيه بالمعلقة علشان مش بحب ازروت كده، وايه ولازم اعمل خبطتين كده علشان اخرج الهواء واخلي الصابونة كلها سوى واحد زي ما احنا شايفين كده. اوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك من عالم امين كل فيديو جديد زي ما احنا شايفين كده. عندي كمان قناتي وصفة سهلة مع اماني، بنقدم فيها كل الوصفات الجميلة، الموز العرق، صابون، كل شيء برضو متنوعة وجميلة. ان شاء الله قناتي تعجبكم، ادعموني يا حبايبي وقولوا لحبايبكم على وصفة سهلة مع اماني.
شايفين الصابون عامل ازاي بعد ما نشف؟ صلب جدا. عايزه اقول لكم بعد 40 يوم هو هيتم استخدامه، بعد 40 يوم مش قبل كده. تمام كده، ده لو هتستخدمين المواعين. وكمان عايزه اقول لك خلي بالك ان التصبن ممكن انت طبعا حاطاه في قوالب، لو هتقطعيه زي لازم تقطعيه وهو طري، انما لو هتحطيه في قوالب زي كده مش مشكله. ممكن تاني يوم بعد ما تخلصي الصابون تلاقيه صلب جدا زي ما احنا شفنا. طبعا الرغوه ما اقولكيش عليها، بجد رغوته عاليه وبينظف. صابون شامل كل حاجه يا جماعه، بكوبايه زيت كنا هنرميها. مش ضامنين دلوقتي البياعين بينادوا عليه وصل ل 15 جنيه الكيلو، عايزين يشتروا صابون زيت مستعمل ب 15 جنيه الكيلو، يا ترى هيأذوا بيه مين ولا هيعملوا بيه ايه؟ طب ما انا استخدمه احسن في الصابون، استخدمه لبيتي وما ضرش بيه حد. الله اعلم اللي هيشتريه هيعمل بيه ايه وهيصنع بيه ايه، ممكن يرجع علينا تاني يأذي صحتنا. فوليه انا في غنى عن كل ده، انا اعمل صابون افيد بيه بيتي وافيد بيه نفسي، واحلى صابون والله ممكن تعملي بيه. بجد حاجه كويسه جدا وحاجه بتفرحي جدا لما بتعمليها. شايفه النعومه بتاعت الصابونه ناعمه جدا، وكانك شارياها من افخم مكان ومن اجود انواع الصابون. سلام عليكم، وما تنسوش اللايك.